السلام عليكم. الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى كملت، أو بالأحرى أندية لاعبين الدوليين في أوروبا كملت المواسم متاعها. دخلنا على الميركاتو الصيفي باش نوليو نسمعوا في الفترة القادمة الفريق الفلاني يرغب في انتداب لاعبنا الدولي الفلتاني. ثم بعض من اللاعبية اللي انتقلوا من فريق الفريق رسميا، ثم بعض من اللاعبين الدوليين اللي بعض الأندية الأوروبية تفكر في التعاقد معهم، وثم بعض من اللاعبية اللي بنسبة كبيرة باش ينتقلوا الفريق معين. هذا اللي باش نحكيه عليه اليوم. المهم صحيح مهم انه لاعب من اللاعبين الدوليين ينتقل من فريق الفريق ما أفضل، هذا مهم، لكن الأهم يلزم الانتقال هذايا يكون مدروس. الانتقال هذايا يلزم يكون صحيح. كيفاش مدروس وصحيح؟ يلزم كي ينتقل من فريق الفريق آخر يكون أساسي ويتحسن المستوى متاعه، المصلحة بطبيعة المنتخب التونسي. اللي ذا لاعبين الدوليين اللي باش ينتقلوا الأندية أخرى يلزم ياخذوا العبرة من اللاعبين الدوليين الموسم الفارط. على سبيل المثال أنيس بن سليمان ينتقل من الدوري الدنماركي للدوري الإنجليزي، أفضل دوري في العالم، مع فريق شيفيلد يونايتد اللي نزل للشامبيونشيب، ومع هذا ما كانش أساسي، ما كانش يشارك بانتظام، يعني انتقال فاشل. عاد كان قاعد مع فريق برندبي في الدوري الدنماركي ممكن كان خير، احنا ما نتفرجوش فيه، لكن المستوى متاعه ما ينزلش بدليل انه ما تقدمتلوش الدعوة للتربص الحالي مع المنتخب التونسي. حنا باع المجبري كيف الانتقال متاعه فاشل. شفنا عيسى العيدوني الانتقال متاعه فاشل مع فريقه يونين برلين ونزل المستوى متاعه. الياس السخيري انتقال بين البينين، صحيح قاعد يشارك مع فريقه كأساسي، لكنك الإشعاع اللي كنا نشوفه فيه مع فريقه الموسم الفارط ما شفناهش مع فريقه أنتراخت فرانكفورت الموسم الحالي في البوندسليغا. لذا مهم جدا انه لاعبين الدوليين يختاروا الأندية اللي باش يشاركوا فيها. الموسم الحالي هما شكون اللاعبين اللي برزوا؟ الياس العشوري، سيف الله بلطيف، الياس السعد، ممكن هذوما ابرز اللاعبين واللي بنسبه كبيره باش نسمعوا من هنا فصاعدا عروض. فيما يخص سيف الله بلطيف، انتقل كما نعرفوا من الدوري السويسري الفريق تفنتي اللي باش يشارك في ربيطة الابطال الاوروبيه، بطبيعه باش يشارك في الملحق، باش يشارك في التصفيات اللي باش تكون قبل دوري المجموعات الدوري الهولندي. تحب ولا تكره، حتى لو كان مش من الدوريات الخمسه الكبرى يقعد افضل من الدوري السويسري. بحول الله الياس او سيف الله بلطيف انتقل لفريق ممتاز، الامكانيات متاعه تسمح له باش يكون اساسي مع فريقه، وبحول الله الموسم الحالي ان شاء الله مستوى سيف الله بلطيف يزيد يرتفع اكثر ويكون اساسي في المنتخب التونسي، لانه الياس سعد مازلنا ما شفناهش مع المنتخب التونسي، لكن الياس العاشوري نوع مع فريقه كوبنهاغن مع المنتخب التونسي نوع آخر، مازال ما شفناش الياس العاشوري هو بيدو، أو مازال الياس العاشوري ما ترجمش المستوى المحترم اللي قاعد يقدم فيه مع فريقه كوبنهاغن، مازال ما ترجموش مع المنتخب التونسي. لذا اللاعب اللي قاعد يقدم فيه إضافة واللي مش ماخو حقه بحول الله باش ياخو حقه هو سيف الله بلطيف. هذا فيما يخص سيف الله بلطيف. انجيو للياس العاشوري اللي بعض التقارير التركية تقول لك انه فريق شكتاش يرغب في خدمات الياس العاشوري على لسان بطبيعة المدير التنفيذي الفريق بشكتاش. يندرى الياس العاشوري من الافضل يسيب الدوري الدنماركي وينتقل للدوري التركي؟ هو الدوري التركي مما لا شك فيه افضل من الدوري الدنماركي. كيف الاندية التركية، على فكرة فريق بشكتاش 2020-2021 كان بطل الدوري التركي، 2016-2017 كان كيف بطل الدوري التركي، لكن في بقية المواسم ما يشاركش في رابطة الأبطال الأوروبية، تلقاه في دوري المؤتمر ولا تلقاه في بعض الأحيان في أوروبا ليج. لكن النقطة الإيجابية أنه فثم في الدوري التركي فريق ينتقل مباشرة وقت اللي يفوز باللقب ينتقل مباشرة لدوري المجموعات. ممكن هذه النقطة الإيجابية على الدوري الدنماركي، اللي ثم أي فريق حتى لو كان يفوز باللقب يلزم تصفيات قبل ما ينتقل لدوري المجموعات، وبنسبة كبيرة ما يوصلش الدوري المجموعات. ممكن هذه النقطة الإيجابية الدوري
الدنماركي أو الدوري التركي على الدوري الدنماركي. فريق بشكتاش الموسم أنهى الموسم الحالي تقريبا في المرتبة الرابعة ولا المرتبة الخامسة، منيش متأكد بالضبط، لكن ماهوشي باش يشارك في رابطة الأبطال الأوروبية كيف كيف فريق جالاتاس أو فريق كوبنهاجن باش يشارك في دوري المؤتمر الأوروبي، ماهوشي باش يشارك في دوري أو دوري تصفيات رابطة الأبطال الأوروبية. شخصيا نحبذ إلياس العاشوري يكمل موسم آخر مع فريق كوبنهاجن وينتقل للدوري الإنجليزي أفضل من ينتقل للدوري التركي. هذا فيما يخص إلياس العاشوري. نجيو حاليا للياس سعد. إلياس سعد اللي صعد مع فريق سانت باولي للدرجة الأولى الألمانية بعض الأندية ترغب في خدماته. لعبنا الدولي إلياس سعد. هذا التقارير الألمانية تقول إنه فريق فولسبورغ يرغب في خدماته مات لعبنا سعد ورصد مبلغ قيمته 5 مليون أورو من أجل خدماته الأخير. كيف كيف ثم بعض من الأندية الإنجليزية الإسبانية ترغب كيف في خدمات اللاعب، لكن شخصيا بما أنه إلياس سعد متواجد حاليا في البوندسليغا شخصيا نحبذ لو كان يقعد في فريقه يكون أفضل، مستانس فريقه يلعب كأساسي. صحيح تقول لي الدرجة الأولى غير الدرجة الثانية، لكن ما ننساوش راهو انه الياس سعد كان موجود في الدرجه الرابعه قبل ما ينتقل الفريق الحالي سان باولي، كان موجود في الدرجه الرابعه انتقل للدرجه الثانيه. صحيح ملول لازمه شويه وقت وخذا شويه وقت باش يتاقلم، لكن فك بلاستو وتحسن المستوى نتاعو كيف ما عملها من الدرجه الرابعه للدرجه الثانيه اللي هو المستوى ابعد. يعني نحكيه من درجه رابعه الدرجه الثانيه مستوى ابعد برشا بين درجه ثانيه ودرجه اولى، لذا كيف ما عملها في الصعيب النجم يعملها في الاسهل، يعني من درجة ثانية يصعد فريقه للدرجة الأولى. إلياس سعد يتحسن المستوى نتاعو بعد ما يلعب مع بعض الأندية الألمانية في البوندسليغا، أكيد المستوى نتاعو باش يزيد يتحسن أكثر ويقعد متواجد في التشكيلة الأساسية. فقط إن شاء الله فريق سان باولي ما ينزلش مرة أخرى للدرجة الثانية، لو الإفكتيف نتاعو ما يخولوش باش يقعد في الدرجة الأولى، ولو ما ثماش انتدابات صحيحة باش سانت باولي يقعد في الدرجة الأولى، من الأفضل إلياس سعد ينتقل لفريق آخر فولسبورغ ولا ينتقل لبعض الأندية في الدرجة الإسبانية ولا كما قلنا الإنجليزية. أما المهم أنه إلياس سعد يكون حاسب حسابه مليح انه لو كان باش يقعد مع فريق سانت باولي بالانتدابات اللي باش يقوم بها فريقه يعرف بينه بروحه انه قادر باش يقلع بلاصته وقادر باش يكون متواجد في التشكيله الاساسيه، لانه نعاود نقولوها مره اخرى راهو والله العظيم حتى لو كنت يهوحنا باع المجم لمانشستر يونايتد ويبدا ما يلعبش وين الفايده؟ يا ما تتفرجش فيه انت يا اخي، تمشي باش تمشي لانجلتير انت باش تفرج فيه في لونتر المو. لذا راهو حتى اسمه اللي هي سعد والله كي تشريه البايرن ويكون بناك في كل مقابله موجود في القائمه، اما بناك ما يلعبش ثم متعه ثم فايده. المهم انه لابس التريكو نتاع البايرن ولا نتاع ريال مدريد وهو ما يلعبش. حشنا بملعبيه كومبيتيتيف، حشنا بملعبيه يكونوا اساسيين، وحتى لو كان ما همش اساسيين قاعدين يشاركوا بانتظام وقاعدين يقدموا الاضافه، لانه هذا هو المهمه للمنتخب التونسي. في ختام الحلقه كالعاده البياري ما تبقى كمش يقول لكم حظ موفق للاعبين الدوليين، حظ موفق للمنتخب التونسي. تحيه تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.